ينادونه با محمد، هو أحد المزارعين في راس الحامة ضواحي مدينة تيفلت. الموسم الفلاحي بالنسبة إليه يتسم بالجودة بالنظر إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي انعكست بشكل إيجابي على مختلف المزروعات في الجهات المختلفة من المغرب. نحن في إحدى ضيعاته التي خصصها لزراعة البطاطس. بالتيخ، كوار، البطاطا، الزرع، شوية الكسيبة ديال الوكار ديال الحليب، ماشي اللي كاين. الشتا تبارك الله خدمت مزيان، دابا الزرع راك تشوفي فيه كيدير رزق ربي تبارك الله، فيه لا ملح لا والو، مزيان. والربيع مزيان، راك شتي الربيع حنا اش داير مزيان، كلشي الحمد لله. الشتا خدمت مزيان ها التالية. وسينقل هذا المحصول في اتجاه مدينة الناظور في ضيعة مجاورة. با محمد خصصها لإنتاج القمح، المحصول هنا يبشر بالوفرة والجودة. تبارك الله الزرع راه مزيان، طاحت الشتا جا الزرع مزيان، عمل الاول ما حصدناش كاع، ما جاش، ما دارش حتى 20 سنتيم في الطول، ما دارش الزرع. دابا تبارك الله الزرع راه الرقم واحد هو هذا، ولاني حرقت له بثلاثة وغبرت ودرت الانكري وعاودتاني درت الملح باش تشوف الزرع راه مزيان. دابا طيبنا له وغيعطي المنتوج مزيان ان شاء الله على العمل، وغيعطي الدوبل على ثلاثة مرات ولا أربعة. عمل الاول ما كاينش كاع، ما حصدتش الماكينة والو، قطارته تعطي فيه جوج قناطر. هالعام تبارك الله الصيف غادي يكون مزيان، ولا عاود الشتا يكون كثر. وتبقى انتظارات الفلاحين لما ستحمله لهم شتاء شهر مارس وأبريل المقبلين.